يا جماعة اليوم عم نعمل درس بندورة على الطريقة السورية. أحلى شيء الواحد يكون عم يعمل منتج البيت شغل إيده لحتى يعرف حاله شو عم ياكل ويكون مبعد قد ما في عن المواد الحافظة والمواد المسرطنة. هلا أنا رح غسل البندورة ورح أرجع أكفي لكم التصوير. أهم شيء تتأكدوا من البندورة اللي بدكم تجيبوها، لازم تكون البندورة مسقية من مي نظيفة، وأفضل نوعية، أفضل نوعية هي البندورة الأردنية. بعد ما غسلنا البندورة صار فينا نقطعها ونتأكد إذا في شيء حب يضرب تدودي أو شيء. لازم نقطعها على 4 قطع هيك بهالشكل هذا، تمام. وراح نحطها بقلب الطنجرة وبرجع بكفي لكم التصوير بالخطوة الثانية اللي بعد. وكل ما عملنا شوي هيك قطعناه هون بنرش لهم شوية ملح. ومن بعد ما شرحنا البندورة هلأ بنحط لها ملح ونتركها تقريبا شي 2 ساعة ونص بالشمس لحتى يطلع منها المي، وبعدين برجع بكفي لكم التصوير. من بعد ما نكون تركنا البندورة مشرحة شي 2 ساعة ونص بالشمس لحتى تطلع منها المي، هلأ بدنا نفرمها على الماكينة لحتى ناخد التفل وناخد العصير. بس thank you.
شوفوا على الذهب، شوفوا. هلا هون بس بلشوا يغلوا، بدنا ننتبه عليهم ما يفوروا لانه النار قوية تحتهم. نحن كونه عم نشتغل على نار على حطب ما فينا نتحرك، شايفين كيف؟ بدنا نحرك بسرعة لحتى ما يفوروا. من بعد تقريبا غلي شي ساعة ونص هيك صار قوامة، هلا بنتركها هيك لحتى تقطع النار على الآخر. يعني هسه بدها تقريبا شي نص ساعة، من بعد نص ساعة بنفردها على الصواني. برجع بكمل لكم التصوير من بعد نص ساعة إن شاء الله. هيك من بعد ما بنكون غلينا الدبس تقريبا شي ساعة ونص ساعتين، هلا بنكون مجهزين الصواني. نعمل لهم شطفة هيك على السريع. شوفوا على الذهب، شوفوا الذهب الأحمر. هيك الواحد بياكل هو مطمن، بيعرف حاله شو عم ياكل. شوفوا الذهب، شوفوا، ولا تنسوا تصلوا على النبي. وهلأ صار لازم ندوق. يعني طعم لا يوصف، عن جد ما عم جامل، والله العظيم طعم خيال. أكيد بنصحكم تجربوا هاي الطريقة، وخصوصا تجربوه على النار. ولا تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات، وإذا حدا عنده شي سؤال استفسار يترك لنا إياه بالتعليقات، ويعطيكم العافية. يا جماعة وهيك بنكون رجعنا لكم من بعد ما بنكون نشفناها نهار بالشمس وصارت جاهزة للتعباية. شوفوا على هالقوام. أعطونا رأيكم. وهلأ صار فينا نعبيه على الأبراميزات ونضبطها. لازم بس نكون عم نعبي الأبراميزات، نضغطها مليح حتى ما نخلي فيها هواء أبدا. كل ما عبيته شوي كنت عنده الطاولة حتى يفرغ، شايفين كيف؟ وفينا كمان بالمعلقة نكبسها، كل ما عبينا شوي نكبسها لحتى نفرغ الهواء بشكل كامل، شايفين كيف؟ بس. وهيك بنكون خلصنا دبس البندورة وصار جاهز للخزين أو للاستخدام. لا تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات، وأكيد بنصحكم تجربوا الطريقة. أقل شيء الواحد بيكون عم ياكل شيء صحي وبيعرف حاله شو عم ياكل. ويعطيكم العافية.